بالآب وابن الروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. يوم 2 إن شاء الله هنحتفل بعيد الرسل. بكرة بالليلة تبقى العشية. ربنا يعيد عليكم الأيام وانتم بصحة وخير وسلام. أخذنا 3 موضوعات عن الروح القدس، والنهاردة ناخد موضوع الرابع ونقف على كده على كلام كفاية الأربع مواضيع دول عن الروح القدس، وبعد كده نبتدي نختار موضوع تاني. أخذنا مين هو الروح القدس، أخذنا إيه هي بركات الامتلاء من الروح القدس، أخذنا إزاي أمتلئ بالروح القدس، والنهاردة هناخد موضوع الرابع لما أتكاسل عن إن أنا أشعل الروح القدس جوايا. فالروح القدس بيطفي، فإيه هي أسباب انطفاء الروح القدس في الإنسان؟ الروح القدس في الحقيقة هو صديق، ربنا صديق لينا، حتى ولنا يا أصدقائي، كان يقول لنا يا أصدقائي، إحنا أولاد وأصدقاء وأحباء وكله. الروح القدس هو صديق حقيقي وقت الشدة والضيق. وليه صديق حقيقي؟ لأنه بيحزن لما بنبعد، بيحزن لما لقينا نهلك. فهو الصديق الحقيقي لما يلاقي الشخص اللي بيحبه هيهلك أو يبعد، فبيزعل وبيحزن عشان هو شايفك هتهلك. أنا فاكر كنت مرة نزلت الدير وقعدت الظهر على كرسي كان كله تراب، فظهري كله بإيه؟ تراب، الجلابية السوداء. فالمهم رحت مشوار ورجعت، وبعد كده ليا أب حبيبي كان ماسك البوابة، فأول ما شافني قال إيه ده؟ جابت كلها تراب كده ليه؟ وجبت منين التراب ده؟ في حين أنا قابلت ناس كتير محدش قال لي حاجة، محدش علق على حاجة. الشخص اللي بيحبك هو اللي بيخاف عليك، هو اللي بيحزن لما يلاقيك بعيد. ومش بس يحزن، ولكنه صديق معين يساعدك عشان يرجعك، ويمسك بإيدك ويقومك من السقطة بتاعتك. ده الصديق، ويطلعك من أعماق الموت ويخلصك ويغسلك بدم المسيح عشان يرفع عنك العار بتاع الخطية. الروح القدس بقدر ما هو بيبقى حزين وانت بعيد، بقدر ما يفرح برجوعك، وبقدر ما هو يفرح بأي عمل من أعمال التوبة وخطوات الرجوع انت تعملها. بالرغم ان الروح القدس بيعمل فينا وعايز يعمل فينا، لكنه لا يلغي حريتك. يعني هو عايز يساعدك بس مش هيساعدك غصب عنك، مش هيساعدك بالعافية، يعني مش هيجبرك ان انت تعمل حاجة. هو ممكن يقودك تعمل خير بس مش هيجبرك على عمل الخير. الله بيحترم الحرية اللي هو خلقنا عليها. هو يعطينا القوة ولكنه لا يجبرنا على استخدام هذه القوة. احنا كتير بناخد مواقف سلبية للأسف من الروح القدس اللي هو ساكن فينا. بناخد 4 مواقف سلبية. أول موقف هو بطفي الروح. تاني موقف بأحزن الروح.
لما بيطفي بيحزن، ومش بس بيحزن، بنرجع نقاوم الروح، وفي الآخر خالص بنجدف على الروح. أربع مواقف بناخدهم من الروح القدس اللي ساكن فيك. أول حاجة بتطفي الروح، تاني حاجة بتحزن الروح، ثالث حاجة بتقاوم عمل الروح جواك، رابع حاجة بتجدف على الروح القدس. هاخد معنى كل حاجة من دول وبعد كده نركز على موضوع واحد. يعني ايه اطفي الروح؟ اذا تكاسل الانسان وتراخى عن السماح بعمل الروح القدس جواه، الروح القدس عايز يشتغل جواك، وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت يعني ايه الروح يمتلي؟ يملاك معناها انك تسمح للروح القدس ان يعمل جواك، يعمل في مشاعرك، يعمل في قلبك، يعمل في افكارك، يعمل في جسدك، يعمل في كل حتة فيك. في الحالة دي احنا محتاجين احنا كده بنطفي الروح. ورسول بولس يقول في تسالونيكي 5 لا تطفئوا الروح. امر لا تطفئوا الروح. امال ايه احزان الروح القدس؟ يقول لك في افسس 3 لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. ما تحزنش روح الله الساكن فيك. روح الله بيفرح برجوعك، عشان كده يقول لك ان السماء بتفرح برجوع الخاطئ، وزي ما هو بيفرح برجوعك بيحزن لما تخطي. طب امتى يحزن الروح القدس؟ لما تخطي. ليه؟ لان انت ابن السماء، انت ابن ابن الله. ازاي انت تخطي؟ ازاي تحزن الله؟ ازاي تبعد عن الله؟ ازاي تحط جدار بينك وبين الله، وحاجز بينك وبين الله بالخطيه؟ عشان كده بولس الرسول يقول لنا فليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبص. ليه؟ لان احنا بنحزن روح الله لما بنخطي ولما بنبعد عنه، لانه لا شركة للنور مع الظلمه. فالروح القدس هو اللي بيبكتنا على الخطيه لما بنخطي، والروح القدس هو اللي بيساعدنا عشان نقوم من الخطيه، والروح القدس هو اللي بيفرح بتوبتنا، لان الله لا يسر بموت الخاطي مثلما يرجع ويحيى. طيب هو عمال يبكتك وانت عمال تقاومه، يقول لك توب، تقول له مش هتوب، اقرا الانجيل مش هقرا الانجيل، روح الكنيسه مش هروح الكنيسه، اتناول مش هتناول. طيب اقعد كده في خلو مع الله، يقول لك مش قاعد كده، انت بتقاوم الروح. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا لا تقاوموا الروح. فالرسول بولس يقول لنا في ناس بتقاوم الروح، وهو كان منهم. هو يقول انا الذي كنت قبلا مجدفا ومفتريا ولكني رحمت. فبعض الناس بيقاوم الروح القدس شويه وممكن يستجيب بعد شويه، يعني يقول لك توب ويبكتك، وكده بعد شويه انت تستجيب وتفوق لنفسك وترجع. دي حاجه كويسه، قاومته شويه. بس في ناس بقى تفضل تقاوم 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 لغايه ما يموت. ده اللي بنسميه في الاخر التجديف على الروح القدس، هو مقاومه عمل الروح القدس فيك لغايه اخر لحظه في حياتك. النهارده ناخد موضوع وهو لا تطفئ الروح، اللي هو اول حاجه بتحصل مننا. لا تطفئ الروح. الروح القدس بيعمل فينا ويمنحنا حراره روحيه. تلاقي واحد يقول لك حار بالروح، ده لفظ انجيلي، حار بالروح. في واحد حار بالروح، الروح القدس فيه مولع. عشان كده مثلا يقول لك
مثلا ابونا بشوي كان يقول لك ده كان خادم ناري. يعني ايه خادم ناري؟ الروح القدس دي حار جدا، سخن جدا، مولع، شغال جامد. لكن النقطه المهمه، مش عايز يكسر حريتنا، مش عايز يجبرني ان انا اعمل حاجه، مش عايز يجبرني على التوبه. يساعدني ويشجعني، لكن لا يجبرني، لا يجبرني على عمل الخير، ولكن يشجعني على الخير. كل ما بنشترك مع الروح القدس، محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معه. يعني إحنا بنشترك مع الروح القدس. الروح القدس عايز يشركك معاه، عايزك تشتغل معاه، عايز الحرارة بتاعتك ترتفع وتبقى حار بالروح. عمليا ما بنقدرش نحتفظ بحرارة الروح القدس على طول. ممكن احتفظ بيها شوية وبعد كده تهدى وبعد كده ارجع احتفظ. كل القديسين كده، يعني ما تلاقيش واحد حر بالروح على طول، لازم يحصل شوية فتور. لما الحرارة بتاعت الروح دي تبرد شوية بنسميها الفتور الروحي، لما يبرد قوي بنسميه ايه بقى؟ البرود. حصل له برود، ده برد خالص، ده دخل في برودة روحية، ده عملية تعبانة خالص، دي أصعب قوي من عملية الفتور. الفتور هو عبارة عن الحرارة الروحية بتهدى شوية، مثلا نقول كانت 100 بقت مثلا 30 40، ده حصل له فتور شوية، في فتور في الروح. طب بقي 10، بقي 5، لا دي برودة روحية، ده بقى في موضوع كبير. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نعرف يعني ايه اطفاء الروح. والبرودة الروحية دي خطر، والفتور نفسه خطر، لان لما يحصل فتور وبرودة روحية اللي وراها على طول ان انا بقع في الخطيه. يعني لما بقع يحصل برودة روحية بقع في الخطيه، لان دي مقدمه لسقوطي. خلاص مفيش حاجه بتساعدني اقاوم الخطيه، الروح القدس عمال يبكتني ويساعدني ويهديني ويقومني، ده عمال يحرك فيا عشان اقاوم الخطيه. ده انا طفيه، ده في حاله فتور، ده في حاله بروده. فاللي بيحصل ان هو ايه؟ بيطفي، وبالتالي ببقى معرض ان انا اسقط في الخطية. طب ايه يا ترى اسباب البرودة دي؟ اسباب الطفي الروح او الفتور الروحي او البرودة الروحية اللي بتحصل دي، ايه هي اسبابها؟ سبب رئيسي من اسبابها الجو الغير روحي اللي انا عايش فيه. عايش في جو غير روحي، عايش في بيت غير روحي، عايش في وسط غير روحي. او الكارثة مش بقى غير روحي، عايش في وسط خاطئ، عايش بين ناس، يعني مثلا ابن اتربى في بيت بتوع مخدرات، الله يكون في عونه، او البيت تحول الى مكان للخطية، الله يكون في عونه، لان متربي بيت ما فيهوش انجيل، ما فيهوش مبادئ روحيه، ما فيهوش. فلما يكون الجو اللي حواليا، عشان كده من الحاجات المهمه قوي نقول للناس ربي اولادك في وسط روحي، خلي عيالك يتربوا في الكنيسه في بيت روحي، خلي بيتك يعتبر كنيسه. الوسط الغير روحي ده بيضيع الانسان. من ضمن الامثله اللي في الكتاب المقدس لتأثير الوسط غير روحي على الإنسان هو لوط. لوط اترب وجد في مدينة سدوم وعمورة. في مدينة سدوم وعمورة كان الخطية صعبة قوي. فإيه اللي حصل؟ الكتاب المقدس يقول في رسالة بطرس الثانية صح تاني، يقول إيه؟ إذ كان البار
مين؟ لوط. ماله؟ بالنظر والسمع، وهو ساكن بينهم، يعذب يوما فيوما، أو يعذب يوما فيوما نفس البارة بالأفعال الأثيمة. كل يوم شايف وسامع قدام عينيا خطايا وبلاوي. طب ما دي بتعذبني. لو أنا عايز أعيش حياة مقدسة، طب أحتفظ بيها إزاي؟ ده في ضغط عليا من الخطية، فدي صعبة قوي. كان يعذب نفسه البارة بالنظر والسمع. طب الحل، لازم يطلع من هذا الوسط الشرير إذا كان عايز يعيش حياة مقدسة. لازم يطلع، أو لازم هذا الوسط الشرير يتحول إلى وسط مقدس، إلى بيت مقدس. عشان كده لما جاله الملاك قال له إيه؟ ما تقوليش أقعد وأصلح. أمال إيه؟ قال لك اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائرة. ما يجيش بقى واحد يقول لي بابا وماما والبيت بتاعنا مش كويس، أنا سيب البيت وامشي. لا، نتكلم على مش على أسرة، نتكلم على الأسرة بعد شوية، بس بتكلم على وسط شرير. أنا رايح حنقل المكان لشغل، وأنا عارف البلد اللي رايح فيها ديت الخطية فيها منتشر جدا، تروحش. رايح أتقدم لوحدة أسرتها بعيدة جدا عن ربنا، وهي نفسها بعيدة عن ربنا، ابعد. رايح أتقدم لواحد أسرته فيها الصفات دي، ما تاخدهاش. ابعد، لأن هذا الوسط هيتعبك بعد كده. فقد لوط الكتاب المقدس بيوصفه بالبار الحرارة الروحية بتاعته. ليه؟ لأنه عايش في أرض سدوم معمورة اللي هي كلها خطية. والخطية ووجوده خلى حتى أصهاره ما احترموهوش، كانوا بيبصوا له بنظرة يعني أنت مجنون ولا إيه؟ هو القديسين لما يعيشوا وسط غير مقدس بيعتبروهم مجانين. فدعا أصهاره إلى الخروج من سدوم، فكان كمازح في أعين أصهاره، تريقوا عليه. بتقول إيه؟ حتى في آية بتقول أن الوسط الشرير ده بيفسد الأخلاق الجيدة. يعني حتى الأخلاق الجيدة وجدت في وسط شرير، الوسط الشرير بيفسد أخلاق جيدة. لو أنت جبت طماطماية بايظة وحطيتها في قفص طماطم، الطماطماية البايظة دي هتبوظ كل الطماطم، مش الطماطم السليمة هتخلي الطماطماية البايظة تبقى كويسة. لا، ده الطماطماية اللي بايظة هي اللي هتعمل العكس. الصداقات الغير بريئة بين الأسر، يعني حتى العلاقات بين الأسر لازم يكون في بوردرز. ما ينفعش أسيب العلاقات بين الأسر كده متسابة، ما ينفعش، لازم يكون في بوردر، ولا أتعدى هذه الخطوط. أنا فاكر كم مرة أسرة مسيحية، الزوج مسافر الخليج، فراح رجالهم المسلم وقال له لو سمحت خلي بالك من مراتي وعيالي. انتوا عارفين كملت القصة. لازم على الأقل يبقى اخد بالي ان في حدود ما ينفعش نتعداها، ما ينفعش اتعداها. لازم انا حاطط خطوط ليا، الخطوط دي تكون خطوط لازم ناخد بالنا منها.
الصداقات الغير بريئة نفس الكلام في الشغل في العمل، تأثير القراءات الخاطئة برضو نفس الكلام، إن أنا بتعامل مع وسائل الإعلام المليان النت مليان حاجات كبيرة قوي. من أكتر الناس اللي اتأثروا بالوسط الغير مقدس هو سليمان الحكيم، والمثل الثاني شمشون. سليمان الحكيم بسبب زوجاته اللي هم ما يعرفوش ربنا ابتدى يبني سواري لآلهة غير الله. هذا الرجل العظيم سليمان الحكيم الذي تراءى له الله مرتين، ربنا تراءى له مرتين في جبعون وفي أورشليم، وأخذ من الله الحكمة. هذا الرجل العظيم الذي لم يكن مثله لا قبل ولا بعد في الحكمة، لما فقد حرارته الروحيه بسبب زواجه من زوجات اجنبيات، الكتاب يقول امالت نساؤه قلبه وراء الهه غير اخرى. امالت نساؤه قلبه وراء الهه اخرى. شمشون ايضا الذي كان روح الله يحركه، البيئه الخاطئه تعرفه على دليله خلته كسر ندره وفقط عينيه وانطفأت حرارته الروحية وفارقته قوته. كل ده بسبب البيئة الخاطئة وخطورتها على الروح. عشان كده ربنا أمر شعبه في العهد القديم بعدم مخالطة الأمم غير المؤمنين وعدم الزواج أجنبيات، خايف من الوسط الغير روحي. الوسط الغير روحي يسبب ضياع الإنسان، وأن أعداء الإنسان أهل بيته. من ضمن الحاجات اللي بتطفي الروح انشغالك الشديد جدا بالمشاكل بتاعتك. أقوم وأنام طول النهار مشغول بمشكلة معينة، هذه المشكلة المعينة بتخليني حتى أنسى أصلي، أنسى أقرأ الإنجيل، وأنا واقف أصلي تلاقيني بفكر في المشكلة، وأنا قاعد واقف في الكنيسة بفكر في المشكلة، وأنا في كل حتة بفكر في المشكلة. عشان كده الانشغال الشديد بالمشاكل اللي حوالينا، سواء مشاكلك الشخصية أو مشاكل الموجودة حواليك أو مشاكل حتى الكنيسة، بيخلي حرارتي الروحية تنطفي، لأنها بتستحوذ على كل اهتمامي على قلبي وفكري وكله. طب والحل؟ الحل إن أنت تلقي اهتماماتك ومشاكلك على ربنا. إلقي اهتماماتك ومشاكلك على ربنا، ربنا هيحل لك المشاكل بتاعتك. من أمثلة الشخصيات اللي ألقت كل مشاكلها على ربنا داود النبي. داود النبي ألقى كل مشاكله على ربنا، سكب نفسه في حرارة روحية أمام الله وألقى على الله المشاكل. شوف يقول إيه، ضيق وشد أدركاني. طب والحل يا داود النبي؟ وصاياك هي درسي. مشغول بربنا، أنا خلاص ألقيت كل حاجة على ربنا، يقول لك كادوا يفنونني على الأرض. طب عملت إيه داود النبي؟ أما أنا فلم أترك وصاياك، ألقيت كل همي على ربنا. بعدين يقول أذكر عبدك كلامك الذي جعلتني أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي. ألقي كل همك على ربنا. المزمور يقول جلس الرؤساء وتقاولوا علي. طب وانت عملت ايه؟ اما عبدك فكان يهتم بحقوقك لان شهاداتك هي
درسي. ما تخليش المشاكل تستحوذ على كل فكرك وعلى كل قلبك وعلى كل عقلك وعلى كل وقتك، وبالتالي هتضيعك وتخلي مفيش وقت للصلاة، مفيش وقت قراية، مفيش وقت للكنيسة، أن كل وقتي رايح لهذه المشاكل. عشان كده اللي بيحصل بيحصل لي برودة روحية، أو الروح الله تنطفئ جوايا. والشيطان لو وجد أن هو رمالك مشكلة وخلاك تنشغل بيها وكل وقتك ضاع عليها، يقول لك ده فرصة يقدر يحط لك بقى مشاكل طول ما انت ماشي في السكة، يحط لك مشاكل تشنكلك، وبالتالي هيضيعك خالص. من ضمن الحاجات أيضا كلام الناس، اهتمامي بكلام الناس. الناس عمالين يكلموا 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 عليا، وأنا عمال اهتم بيقولوا عليا بيقولوا عليا بيقولوا عليا، أو كلامي أنا مع الناس يكون في ما فيهوش كلام روحي. فتلاقي الوقت قعدت 5-6 ساعات مع حد وكل كلامنا ما فيهوش ربنا خالص، كل كلامنا فيه فكهاء، كلام مسك سيرة الناس في إدانة في نميمة، كل ده بيشتت الفكر وبيخلي الإنسان يفقد الحرارة الروحية بتاعته. لأن زي ما قال الكتاب، كثرة الكلام لا تخسو من معصية. علمونا في الرهبنة إن إذا مشيت مع واحد قديس 10 سنين يقدمك سنة واحدة، وإذا مشيت مع واحد يسموه في الدير بطال، بطال يعني إيه؟ مش مهتم بحياته الروحية أوي. إذا مشيت مع سنة واحدة هيرجعك 10 سنين لورا. عشان كده محتاجين الإنسان يكون مهتم قوي بحياته الروحية. قديس مكارس الكبير كان دايما يقول الكلمة دي بعد ما تخلص القداس، بعد ما تخلص نقعد بقى نحكي حصل وحصل وحصل. كان يقول الرهبان فروا يا إخوة فروا، يعني يخلص القداس، ما تخليش الشيطان يخطف البركة اللي انت خدتها في القداس. الشيطان مش هيقول لك ما تروحش الكنيسة، لكن هيستناك بره وياخد منك كل البركة اللي انت خدتها جوه الكنيسة. ايضا من اسباب الفتور الكسل. انسان كسلان، انسان كسلان، صعب التخلص من الكسل. الكسل بيؤدي الى فتور في الحياة الروحية. طب ازاي اتخلص من الكسل؟ بالتغسل. قديس ماري اسحاق السورياني قال لنا اهم علاج للكسل هو حياة التغسل. اخصب نفسك، اخصب نفسك على العمل الروحي، اخصب نفسك على التوبة، اخصب نفسك على الانجيل، اخصب نفسك على الكنيسة، اخصب نفسك على التناول. والقديسين علمونا كده، اخصب نفسك. عايز تنام تعبان ومش قادر، ماري اسحاق يقول لك اخصب نفسك وقوم وصلي. عايز تصلي قبل الاكل وجعان جدا جدا، يقول لك اخصب نفسك ان انت تصلي قبل الاكل، اخصب نفسك. حياة التغصب شيء مهم جدا لعلاج حياة الكسل. وهكذا بخصب نفسي على قراية الانجيل، وبخصب نفسي على القراءة الروحية، وبخصب نفسي على الصلاة، وبخصب نفسي على السهر، وبخصب نفسي على اشياء كثيرة دي تعالج الكسل. من ضمن صور الكسل التأجيل. أنا مش هقول مش هعمل، ولكن هصلي، هتوب أسبوع الجاي، هروح أتناول أسبوع اللي بعده. التأجيل، التأجيل، سواء تأجيل التوبة، تأجيل الاعتراف، تأجيل التناول، كل ده عبارة عن صورة من صور الكسل. الابن الضال لما قرر ان هو يتوب قال ايه؟ قال الان اقوم واذهب الى ابي. عشان كده احنا محتاجين ان احنا ناخد قرار الان. من ضمن صور الكسل، الكسل في طرد الافكار الشريره. انا جايلي شويه افكار مش كويسه، فانا كسلان في طردها،
لما بكسر اطردها بتعشش جوه دماغي وبتخلي لي بتخليني في مشكله وبتخليني استرسل مع الفكر او بلاش كسلان بطباطا يعني بلاش دلوقتي خليني كمان نص ساعه وهكذا بلاش من فضلكم الكسل في الافكار الشريره. من ضمن الحاجات اللي تعالج الكسل ما تعطيش اسباب للكسل وتقنع نفسك بيها، انا تعبان انا عيان، وتحط حجج كثيره للكسل بتاعك عشان تقنع نفسك ان انت عندك السبب. من ضمن الاشياء ايضا اللي تطفي الحراره الروحيه هي التقصير في الصلاه. انا مقصر في صلواتي، سبب رئيسي من اسباب الفتور الروحي هو التقصير في الصلاه، اهمالك لصلواتك، اهمالك لمزاميرك، اهمالك للعلاقه اللي بينك وبين ربنا. عشان كده لا تهمل العلاقه اللي بينك وبين ربنا ابدا، صلي حتى ولو غصب عنك، اقف اقف حتى لو واقف متغصب، اقف بالاول بقف وانا متغصب وبعد شويه هقف وانا مبسوط وبعد شويه احب اقف واتكلم مع ربنا. لو انت حاسس الصلاه طويله قول صلاه صغيره، صلوه صغيره، يا رب ارحمني، يا رب اعني، يا رب خلصني، ابقى احبك يا رب يسوع المسيح، اديني نعمه قدامك يا رب يسوع المسيح. صلي صلوات قصيره وحتى لو كانت كثيره. العشار صلى قال ايه؟ ورجع مبررا، اللهم ارحمني انا الخاطي، اللهم ارحمني انا الخاطي، اربع كلمات ورجع مبرر. فازاي انا اصلي صلوات قصيره لو حاسس ان الصلوات الكبيره؟ اللص اليمين قال ايه؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، خمس كلمات وربنا سمعهم وقبلهم وعطاله الاجابه. فربنا مش معناها اقف اصلي، معناها اقف اصلي ساعتين ثلاثه واقف بقى رجليا وجعاني وابدل برجليا، لا، مش ربنا مش طول الصلاه، الله لا ينظر طول الصلاه، بينظر الى قلبك فين؟ قلبي مع ربنا حتى لو بصلي صلاه قصيره ربنا قابلها هيبقى فرحان بيها. ربنا يريدك ان يكون انت مشغول بيه، مش مشغول يعني طول النهار بفكر فيه، طول النهار اسمه على لساني، هو ده هو اللي عايزه، لكن مش عايز صلوات تقعد ثلاث اربع ساعات تصلي لو ما انتش قادر. طبعا حلو انك تعمل كده، لكن ثلاث اربع ساعات صعبه شويه. لا تقصر في صلواتك لان الصلاه مهم جدا في طفي الروح. الصلاه يعتبر غذاء لروحك، ده غذاء، عشان كده محتاجين ان هذا الغذاء احنا باستمرار نداوم ان احنا نعمله. اخر حاجه في النهارده، الشهوات ومحبه العالم بتطفي الروح. تخيلوا بقى، انا كل فكري في شهوات العالم، كل فكري في العالم ومحبه العالم، طيب سبت ايه للروح؟ سبت ايه للروح؟ شهوات، محبة العالم، محبة الجسد، شهوة جسدية، شهوة خاطئة، شهوات عالمية، كل ديت بتطفي الروح. هناك أنواع كثيرة من الشهوات، شهوة المال، شهوة الانقام، شهوة الكرامة، شهوة الزنا، شهوات كثيرة جدا. هذه الشهوات بتخلينا الروح بتاعتنا، الروح الله القدوس تنطفئ. عشان كده يقول ايه؟ محبة العالم هي ايه؟ هي عداوة لله، محبة العالم عداوة لله. الله يعطينا ان احنا لا نطفئ الروح القدوس جوانا. الله يعطينا ان احنا ما نهملش في حياتنا الروحية، ولكن نهتم بان احنا نخلي روح الله القدوس يملأنا ويكون حار جوانا
ونصلي بالروح ويكون عندنا الحرارة الروحية. الله يعطينا ان احنا لا نطفي الروح القدوس ولا نحزن الروح القدس في داخلنا ولا نقاوم عمل الروح القدس فينا ولا نجدف على الروح القدس. انا بس عايز اعلق عشان بعض الناس ممكن يفتكروها ان لما قلت في انسان في عيله مسيحيه وفي شخص مسلم، لا اقصد طبعا ان انا اهين اي انسان، ولكن دي كانت فعلا واقعه حقيقيه كانت حصلت زمان قدامي، فدي واقعه حقيقيه وكان حصلت مشكله بعد كده. لكن مش معنى كده ان كل انسان مسلم هو انسان وحش، لا ما نقدرش اقول كده، ولكن يفضل كثيرا ان انت اذا كنت عايز تسافر في كنيسه، في اب كاهن، في اب اسقف، في عيلتك، دول اللي انت تسلم زوجتك ليهم وانت بامان. وبرضو تخلي بالنا لان في احيانا كثيره بتحصل مشاكل، وهذه المشاكل ممكن تؤدي الى كوارث بعد كده. فياريت كلنا ان احنا نحط البوردرز، والبوردرز دي تكون معروفه ما بين العائلات وبعضها، ان ما تتعداش حدود معينه، لان لما بتعدي هذه الحدود بيحصل مشاكل كتير. الله يعطينا كلنا ان احنا لا نطفئ روح القدوس داخلنا، وله المجد دائما ابديا.